السلام عليكم، أهلا بكم. قبيلة المرة من أكبر وأهم القبائل في الجزيرة العربية، ومنتشرة زي حال قبائل كتير جدا في أكثر من دولة في الخليج العربي أو في الجزيرة العربية. أكثر مكانين هي منتشرة فيهم المملكة العربية السعودية، ولله الحمد ما فيش مشاكل. الغالب العام منها في السعودية، وفيها جزء كبير في قطر. قبيلة المرة زي ما بيقولوا عظماء أو فرسان البوادي والصحاري، كبارهم حكماء وعلماء، وترتاح وانت قاعد معاهم، وصغرهم أسود ووحوش ونمور، وعندهم قدرة للسيطرة وقيادة الصحراء بشكل عجيب. وزي ما بيقولوا، اللي يقدر يسيطر على الصحاري أو يقدر يسيطر على الصحراء يمكن أن يسيطر على الكوكب كله. قبيلة مهمة جدا، قبيلة عظيمة، قبيلة ذات شأن وذات بأس، لكن لها إخلاص كبير جدا ولها وفاء للأنظمة الحاكمة في الجزيرة العربية. الآن يتظاهرون، ينددون بالعنف تجاه النظام الحاكم القطري بسبب العنصرية الفجة التي يمارسها النظام القطري تجاههم منذ 25 سنة أو منذ 20 سنة، لأسباب في عقل وفي ذهن النظام الحاكم أو الأسرة الحاكمة في قطر، أنه كان هناك محاولات انقلاب مرية على النظام الحاكم القطري. من يومها هم يقودون صلاحياتهم، يضيقون عليهم الخناق، يمنعونهم من الوظائف الحساسة، وأخيرا توجه هذا الأمر أنه حكومة الدوحة، النظام القطري الحاكم، أصدر قانون من أيام معدودة، قانون مجلس الشورى، اللي بيمنع في قبيلة آل مرة المتواجدة داخل قطر من التصويت في انتخابات مجلس الشورى، في فصل عنصري فظيع يشبه الفصل العنصري الذي كانت تمارسه البيض تجاه السود في أمريكا. هذا فصل عنصري فج يتم ممارسته تجاه قبيلة آل مرة داخل قطر. هزاع المري لو وراه عيال عمه أو وراه قبيلة قطر الموجودة في داخل الحدود القطرية أو القطريين، يلوحون بالتظاهر وبالاعتصام وباستخدام العنف إذا تم استخدام العنف تجاههم من قبل النظام القطري. عند معلومة أنه النظام القطري بدأ ينشر قوات التركية المتواجدة على أرضه للسيطرة على التظاهرات المرية، للسيطرة على الاعتصامات المرية وفض الاعتصام. قبيلة آل مرة المتواجدة في قطر تؤكد على ضرورة الإفراج عن السبع المعتقلين من عناصرهم أو من أفرادهم من أيام معدودة، وإذا لم يتم الإفراج عنهم سوف يتصاعد الأمر، سوف يتصاعد الاعتصام، ولن يسكتون أبدا. كل التوفيق لقبيلة آل مرة المتواجدون في قطر لنيل حريتهم، لمنع هذا الفصل العنصري الفج تجاههم من قبل حكومة الدوحة. تحياتي لكم، سلام عليكم.